اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من العاب الاطفال. جايبالكم النهارده لعبتين هنقارن بينهم وكمان هنلعب بيهم مع بعض، وهي دكتور الاسنان البشري ودكتور الاسنان البيطري وهنا المريض قرد. يلا بينا نبدا ونشوف هنصلح لهم اسنانهم ازاي وايه الفرق بين اللعبتين. انا هنا هبدا اعمل اسنان للاتنين، بس طبعا الاول هبدا بالمريض ده. يلا بينا نشيله الأسنان الذهبية دي وكمان نركب له أسنان بيضة، وأنا هحتاج الأسنان الذهبية دي عشان هركبها للمريض التاني. هستخدم كل الأدوات وهنشوف برضو في آخر الفيديو إيه الفرق بين المريض ده والمريض التاني من حيث الأدوات وكل حاجة. هنبدأ مع بعض نعمل أسنان وبعدين نروح بعد كده للمريض التاني علشان برضو نصلح له أسنانه. يلا بينا نبدأ. أنا هعمل أول حاجة زي ما اتفقت معاكم إن أنا هشيل الأسنان الأول باستخدام الكماشة، طبعا هتوجعه شوية. خلاص كده مفيش أي مشاكل تاني، مش هتوجعك تاني، هي كبيرة شوية فعلا. وهنشيل كمان السنة الذهبية التانية وهحتاجها عشان هركبها تاني للقرد. معلش خلاص مش هتوجع تاني. وكده شلنا السنتين ودلوقتي هنركب اسنان بيضة، وهستخدم كمان الأداة دي علشان اعمل تنظيف وابدأ احط الحشو في الاسنان. يلا بينا نختار الفورمة اللي هنعمل عليها الصلصال. هستخدم طبعا الصلصال الابيض. الفرق بين اللعبة دي كمان واللعبة التانية حاجة مهمة قوي، ان اللعبة دي من ماركة بليدو والتانية من بلاي جو، وبرضو في فروقات تانية كتير هنشوفها مع بعض بس في اخر الفيديو بعد ما نلعب بيهم هما الاتنين هنقول الفروقات بينهم. انا هستخدم الفورمة دي، بس هشيل الصلصال الاصفر. هضغط كويس جدا ودلوقتي السنة جاهزة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي الجذور بتاعتها وده رأس السنة. هحطها هنا. تمام كده. ودلوقتي هبدأ استخدم الفورمة اللي في النص. بتهيألي صغيرة قوي، لا شكلها مش حلو خالص. انا هرجع استخدم تاني الفورمة الاولانية بحيث ان الاسنان كلها تبقى متناسقة في الحجم. هحطها في الفك السفلي وهكرر نفس العملية لحد ما اخلص كل الأسنان. ممكن كمان نجرب الفورمة دي شوية. الفورمة دي أعمق، بتهيألي ده ضرس لأن حجمه أكبر. ده فعلا ضرس، شايفين حجمه كبير ازاي. ممكن أركبها هنا مع أنها المفروض تبقى جوه، بس للأسف الأماكن اللي جوه مشغولة. هكمل بنفس الطريقة دي بقية الأسنان.
هحطها هنا. وممكن استخدم كمان الفورمة بتاعة المريض التاني القرد بحيث اشوف الفرق بينهم. الفورمة اللي في النص دي بتهيألي شكلها هيبقى كويس. هو فعلا شكلها حلو بس صغيرة قوي، حجمها بجد صغير قوي مقارنة ببقية الأسنان. شايفين قد ايه صغيرة جدا. بس هسيبها، هعمل واحدة تانية برضو الناحية التانية. حجمها صغير جدا، ده الجدر بتاعها برضو وده راس السنة، وهركبها هنا. وبكده المريض دوت خلاص ركبنا له الأسنان، فاضل بس نعمل له تنظيف ونحط له الحشو، وهو دوت اللي أنا هعمله دلوقتي. شايفين أسنانه قد إيه شكلها جميل، بس عنده الأسنان دي صغيرة جدا. شايفين واضحة ازاي من الجنب، بس برضو شكلها كويس. دلوقتي هنبدأ نعمل تنظيف باستخدام الأداة دي. في أسنان مش عجباني خالص، هبدأ أنظفها علشان أحشيها. وممكن كمان تستخدموا الصلصال الاسود في ده وبعدين تبدأوا تشيلوه. متقلقش مش هيوجعك خالص. خلاص كده الضرس دوت انتهى. هنعمل كمان هنا. ودلوقتي هنضف كمان الضرس اللي فوق ده. وكده فاضل السنة دي. كده خلاص خلصت التنظيف 4 أسنان. ودلوقتي هبدأ أحط الحشو. هستخدم اللون ده لأنه شكله عامل زي الحشو الحقيقي بالظبط. وهبدأ دلوقتي أضغطه جوه الأسنان. خلاص خلصنا الضرس ده. هعمل السنة كمان. معلش سنته وقعت، هي شوية فعلا كبيرة وتقيلة قوي. كمان السن دي خلاص كده مش هتوجعك تاني أبدا. ممكن أغير في اللون شوية، هستخدم اللون الأحمر. اللون ده على فكرة هو اللي عملت بيه اللسان. هرجع تاني للون الرمادي. أكبر الحجم شوية. وكده تكون الأسنان نظيفة جدا. وكمان الأداة دي على فكرة يا جماعة للتقويم، واللسان دوت أنا عملته بنفسي، وده برضو فرق واضح جدا بينه وبين المريض التاني، لأن المريض التاني لسانه عبارة عن بلاستيك في اللعبة نفسها، وده اللي هوريهولكوا دلوقتي. هنجيب المريض ده على جنب لأنه خلاص خلص الجلسة بتاعته، وهنشوف المريض التاني لأنه بجد محتاج تنظيف أسنان بسرعة جدا وتركيب أسنان كمان.
شايفين يا جماعة عنده أسنان ذهبية كتيرة جدا، بس هنا في سنة وقعت مفيش مشكلة، هنا الأسنان مش هتتشال الذهبية، بالعكس أنا هركب له السنتين التانيين اللي أنا شلتهم، وكمان هبدأ أعمل له حشو وتنظيف للأسنان. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه مع المريض ده. هركب السنتين زي ما قلتلكم اللي شلتهم من عند المريض الاولاني هنا، وبقية الاسنان هسيبها مكانها، مش هشيل حاجة، بس مش عارفة ليه الاسنان اللي فوق بتقع، محتاجة تتضغط اكتر. هستخدم اللون الاسود، وموجود هنا الثلاث أشكال للأسنان والضروس. وطبعا الفرق في الحجم واضح جدا، هنا الأسنان والضروس صغيرة قوي غير اللعبة التانية. كده الفك السفلي خلص، هنبدأ نعمل الأربع أسنان اللي فوق. ممكن أستخدم اللون الأبيض، انا خدت شوية من بليدو من اللعبة التانية، هركبها هنا جنب السنة الذهبية، وبكده فاضل ثلاث اسنان. ممكن استخدم بالشكل ده، مستخدمتوش خالص قبل كده غير بس مرة واحدة في الفك السفلي، هي السنة شايفين شكلها مايل شوية، نفس شكل السنة اللي موجودة تحت بين السنتين اللي لونهم اسود. ودلوقتي هرجع استخدم تاني اللون الاصفر او الذهبي، وممكن دلوقتي اغير برضو في الشكل بتاع السنة، هستخدم السنة دي مثلا. ممكن على فكرة برضو تشكلوا الاسنان بايديكم، مش لازم تستخدموا الفورمة اللي موجودة في اللعبة. هستخدم نفس الشكل برضو تاني، ودي السنة الأخيرة هعملها تاني بس من هنا، لأن شكلها من هناك معجبنيش، هعملها زي السنتين الذهبيتين. عاوزة اعمل تغيير شوية، هيبقى شكلها كبير ومضحك جدا، وهو ده اللي انا عاوزاه. وهركبها فوق، هنشوف شكلها مع بعض. شايفين عاملة ازاي؟ بجد كبيرة جدا، وهتلاحظوا ده كمان من الجنب، بجد شكلها مضحك قوي، شكله بجد مضحك قوي، بس والله جميل خالص. واللون الاصفر كمان مع الاسود بجد حلو قوي، كمان مع اللون الابيض، انا بجد معجبة قوي باللعبة دي. وكمان فيها نفس الادوات اللي في اللعبة الاولانية، ده الجهاز اللي بينظف الاسنان، بس هو شوية أبطأ من التاني. شايفين التاني سريع ازاي؟ شوية بتاع المريض القرد أبطأ، شايفين كمان بياخد مجهود ازاي؟ الأداة دي بتاخد مجهود جامد قوي علشان تبدأ تنظف الأسنان. هستخدم الأداة التانية،
وكمان السنة دي مش عجباني خالص، هنضفها كده، ودي كمان معلش هي طارت خالص، مفيش مشكلة هرجعها تاني. هثبتها اكتر عشان ما تقعش تاني. ممكن نشيل ده على جنب علشان تشوفوا كل حاجة بعملها هنا في بق المريض بوضوح. هبدأ احط الحشو وهضغط عليه، وكده السنة دي خلصت. هعمل السنة الذهبية وكمان هضغط عليها كويس جدا، وشوية السنة السودة دي اتشققت مني وانا بنضفها، بس مفيش مشكلة هحاول اعالج الموضوع ده كده بالطريقة دي، وهغطي التشقق اللي حصل وانا بنضفها. خلاص كده هي رجعت تاني ومش هتوجعه خالص. ودلوقتي الأسنان العلوية، السنة دي طبعا لأنها تقيلة جدا بتقع. ودلوقتي الضرس الأخير، وهضغط طبعا كويس جدا، وكده يكون المريض خلص الجلسة بتاعته وكل أسنانه رجعت كأنها جديدة. ودلوقتي جه وقت المقارنة بين اللعبتين، ده الصلصال بتاع بليجو أو المريض القرد، وهنا البليدو. طبعا شايفين الفرق بين الحجم، هنا الحجم صغير شوية بتاع المريض القرد، بس الألوان بتاعته بجد عجبتني قوي. هو بس في اللون الأسود أغمق شوية من المريض التاني، وبرضو بالنسبة للأدوات في اختلاف. المريض دوت عنده هنا فورمتين بس شايفين، واحدة للضروس وواحدة للأسنان، وعنده هنا فورمة صغيرة بس مش بيتضغط عليها للأسنان الأمامية، وكمان موجود عنده فرشة بيتحط فيها هنا صلصال أحمر، وبتبدأوا تغسلوا الأسنان كأنه معجون. والأداة ديت للتقويم بتعمل شكل على السنين من قدام، وكمان فيها مراية زي شكل التقويم بالظبط، وهنا الكماشة اللي بيتخلع بيها الأسنان. وكمان الأداة اللي ساعدتني إني أحشي الأسنان بسيطة جدا، وكمان شكلها حلو قوي. وهنا الأداة اللي بتنظف الأسنان سريعة جدا، وعجبتني قوي أكتر من التانية لأنها كانت أسرع وكمان سهلة جدا في الاستخدام. هي ممكن تكون بتاخد بطارية أكبر، لكن بجد كانت سريعة جدا. وهنا كمان في اختلاف في الحجم، حجم الأسنان هنا كبير جدا عن القرد. شفتوا معايا ازاي أسنان القرد صغيرة قوي، لكن هنا الأسنان كبيرة جدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 سنة بس. فيه هنا زي ما قلتلكوا اختلاف في الأسنان اللي فيه فورمتين بس، لكن هنا فيه 3 فورمات. وكمان على فكرة دي شنطة بتتقفل وتقدروا تاخدوها معاكم في أي مكان، ودي ميزة جميلة جدا فعلا فيها، غير اللعبة التانية بتاعة المريض الأولاني. وفي هنا برضو ستاند علشان خاطر الأدوات، وفي 3 فورمات غير المريض الأولاني، عنده فورمتين بس
لكن هنا في ثلاثة مختلفين، في واحدة عميقة شوية اللي عملنا بيهم الدروس، واثنين مسطحين للأسنان، وطبعا هنا اللسان واضح قوي ان في اختلاف. شايفين اللسان هنا عامل ازاي غير اللسان التاني؟ عملته بنفسي بالصلصال، وهنا طبعا حشيت كمان الاسنان زي المريض الاولاني بالظبط. وفي هنا مكان تقدروا تحطوا فيه الاسنان اللي بتتخلع، وكمان الاداه دي مش موجوده عند المريض التاني، وهي المرايه وليها يد علشان تمسكوها، شكلها بجد حلو قوي. وكمان في هنا اداه بتساعدكم ان انتوا تاخدوا الماده اللي هتحشوا بيها من العلبه، وهنا الكماشه اللي بتخلع الاسنان، حجمها هنا اكبر، لكن الاداه بتاعه المريض الاولاني عجبتني اكتر من الاداه دي لانها بطيئه جدا. الاداه ديت اللي خلتنا نعرف نحشي الاسنان، بس هنا بتاخد بطاريات اكتر من المريض القرد. وهنا طبعا في فرق زي ما قلت لكم في الاسنان واضح جدا، وهنا برضو نفس عدد الاسنان 16 سنه نفس المريض الاولاني، 8 في الفك السفلي و8 في الفك العلوي، والفرق بين اللسان واضح. هوريه لكم برضو تاني في المريض دوت، انا عملت اللسان بنفسي بالصلصال، لكن في المريض التاني هنا عبارة عن بلاستيك موجود في العلبة نفسها، اسفه في اللعبة نفسها، والاداة دي برضو مش موجودة عند المريض القرد، وكمان مش موجودة عنده فرشة. وهنا برضو في مكان لكل حاجة علشان تقدروا تحافظوا على الادوات وما تضيعش منكم. انا شايفة ان كل لعبة فيها مميزات عن التانية، والاتنين الصراحة اجمل من بعض، بس الفرق بس ان هنا في فورمة اقل من التانية من عند المريض القرد. وكمان عاجبني قوي عند المريض التاني ان الشنطة بتتقفل. اتمنى بجد ان اللعبة تكون عجبتكم زي ما عجبتني، وياريت تكونوا استمتعتوا معايا. هنا شايفين الفرق بين اللسان واضح ازاي، ياريت تقولولي رأيكم في مكان التعليقات، وايه اكتر حاجة عجبتكم، وايه اللعبة اللي عجبتكم اكتر، وايه الفروقات اللي ما عجبتكوش. ياريت تقولولي كل حاجة في الكومنتات. ما تنسوش كمان تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.